ويست نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصور. ما عطينا لا ضوء لا سميتو لا طروز زبل لا شانطي لا زناقي لا 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 حد دولنا الطوبيس اخويا الطوبيس دول ما كاينين تقسم ساعات الطوبيس الطوبيس ما كاينش هنا يعني شنو هذه حومه هذه حنا كنسير في المغرب الحين انا تخرج من البلاد تخرج داخل المسؤولين تيجيو يخدموا عليك والطروز زبل الطروز زبل خصك الطاكسي الطروز زبل خصك الطاكسي باش دير الطروز زبل الطوبيس كيحبسني هي وشو علاش ما يطلعش الراس لي عندنا عيالات كبار وعندنا المعوقين الطاكسي ما دخلناش لداخل الطاكسي ثلاث سنوات كلها عجاف يعني تنعدم كل المرافق كلها تنعدم بصفة نهائية لا مستشفى لا طبيب لا مدرسة لا مدرسة لا مدرسة لا مدرسة عندنا متطلبات وهي الطوبيس يطلع لينا والطريق تزفت لينا هذه 10 سنين وحنا في التهميش وفي العقصة علاش 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 بكرة وزيادة على هذاك الشيء كان زيادة في الماء والكهرباء الله يجزيكم بخير حنا كاملين عندنا مطالبات موحدة وخصنا مواصلة ومن بعد جات الله بحول خصنا مستوصف وخصنا سويقة تكون عندنا حدانا هنايا وزيادة على هادشي عندنا الطاكسي والاخر ما كيدخلش الحومة ديالنا واش هذا مازال حضاري إلا كان مازال حضاري خص يدخل الطاكسي هذا ماشي القراوي الوقفة ديالكم علاش درتوها هاد الوقفة علينا بالضبط كاينة على الزيادة ديال الماء والضوء وعلى التهميش والإقصاء وزيادة على هادشي حنايا كما بساتين سبعة راه من 2006 دابا راه 2017 يعني تقريبا 10 سنين وحنا في التهميش والفقر كاع المرشحين وكاع اللي كينوبونا سواء بوانو سواء كيما بغا يكون جا ودخل هنايا ودخل وشاف كلشي بعينيه وباقى الحالة هي ما كاين لا تبدينا والو فين واد فين هي هاد المشاريع إلا كان في المخطط ديال الجماعة اسمعني إلا كان في المخطط ديال الجماعة بلا ان شي حاجه غتزاد البساتين خاصها دابا البساتين ما بيناش البساتين سبعه ملغيه علاش ملغيه واش حنا ماشي ولاد الشعب حنا من حقنا شوف حنا من حقنا كحامل البطاقه الوطنيه حنا مغاربه كاملين خليكم واسمع هذا حق هذا حقنا كاملين كنطالبوا به وعلاش سمعنا هنا على هذا الشيء اللي قلت عاد دابا هذا ويست نيوز جريدة إلكترونية شاملة ويست نيوز دائما قريبة من الحدث أخبار محلية وطنية ودولية قضايا سياسية واجتماعية رياضة ثقافة وفنون ويست نيوز تغطية شاملة لجميع تظاهراتكم تابعونا على الموقع www.westernnews.com